السلام عليكم. اعلم يا عبد الله، اعلم يا عبد الله انك اصبحت الان في منزل من منازل الاخره، ان شاء الله ستبعث يوم القيامة إن شاء الله على سنة حبيبك محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. تبعث إن شاء الله على كتاب حبيبك سيدنا محمد. اعلم يا الله، يا اعلم يا عبد الله أنه سيأتيك ملكين حلوين كثير، ظراف عيونهم حلوين بالعلامة يا رب، وشعره الأشعر، بيسألوا شو ربك؟ قلت له الله ربي الله ربي الله ربي، مثل ما تكون تتقول وأنت بالدنيا. ويسألونك كمان شو هو دينك؟ الإسلام ديني، الإسلام ديني، الإسلام ديني. بتقول له لا، وأنت مفتخر، وأنت مفتخر فيها. وما هو نبيك؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم النبي. تفتخر فيها وعب، تفتخر لأمك ولأمك، هذول الملائكة حبايبنا وأحبابنا، والمؤمن اخو المؤمن، وهن مؤمنين نحن مؤمنين. اوعى دير بالك، اللهم يا رب اكراما لحبيبك محمد. انا ما بعرفه بس كان يصلي على سيدنا محمد حتى بعد ما انقطع. فلذلك يا رب، ها رؤيا سيد كلكم، يلا يعني ها بضيافتك يا رب، مثل ما بيقولوا وقت اللي بيلانوا انه يحط له اهل احسن لاهله، ما في احسن، احد احسن منه ما في. كلنا حافظين. يا رب دخيلك، وانت ارحم الراحمين ان شاء الله، ان شاء الله تعالى. وانت